هبدأها بوكالة أسوشيتد بريس. هذا التقرير عنوانه استقبال رسمي وحفاوة مصرية واضحة بوزيري الخارجية والدفاع الروسيين. يقول نص التقرير أنه مصر استقبلت أمس وفدا روسيا رفيع المستوى بحفاوة رسمية واضحة أعادت إلى الأذهان أجواء حقبة الحرب الباردة، وكان الوفد الروسي قد وصل إلى القاهرة لبحث آفاق توسيع التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو وأحد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وهو مصر. هناك وجهة نظر الحقيقة طرحت خلال الأيام الماضية، هل من حق حكومة انتقالية أنه هي تضع يعني مثل هذا التحول في السياسة الخارجية لمصر، أنه هي تتجه باتجاه روسيا وتبتعد قليلا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو يعني بادئ زي بدء علينا أن نحدد مجموعة من المعطيات والمحددات حينما نتحدث عن التقارب المصري الروسي الراهن. بعيدا عن ما إذا كان الذي أخذ هذه الخطوة الحكومة الانتقالية أو حكومة مستقرة، ليس هذا هو المهم في الموضوع. المهم في الموضوع أن مصر في التوقيت الراهن تعيد ترتيب البيت من الداخل. جزء من عملية إعادة ترتيب البيت من الداخل يتعلق بملفات علاقاتك الخارجية. خلال 40 عاما الماضية الدبلوماسية المصرية أو علاقتنا الخارجية أنا بعتبرها أن هي كانت أحادية الاتجاه، بمعنى أنه منذ القول الشهير للرئيس الراحل أنور السادات بأنه 99% من أوراق التسوية واللعبة في منطقة الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة، وجل تركيزنا في اتجاه أمريكا وما يحيط بها، أقصد القارة الأوروبية. هذا من جهة. من جهة أخرى العلاقة مع الولايات المتحدة ليست فقط في الشق العسكري، وهذا ما يتغفل عنه كثير من الناس. بمعنى أنه خلال 40 عاما الماضية أنه كان لها جوانب متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالتكنولوجيا، متعلقة بالنواحي التجارية، بل أيضا الجوانب الترفيهية، بدليل أنه معظم الإنتاج المعروض في السينمات المصرية، المعروض في قنواتنا من المسلسلات والأفلام هي أمريكية أو من إنتاج هوليوود. لكن على كل حال برضو إحنا هنواصل الحديث عن العلاقات المصرية الروسية في ضوء تقرير آخر نشره موقع ستراتفور حول هذا التطور المهم في السياسة الخارجية المصرية.